في حلقة مسلسلنا، على الرغم من أن دوره قريب جدا من معرفة الحقيقة، إلا أن هازل التي تريد الانتقام من كل من كريم ودورو ستتورط في أشياء سيئة للغاية حتى لا تعلم دورو أبدا أن والدتها الحقيقية هي مريكا، الشخص الذي سينقذ هازل في هذا الطريق الخطير الذي شرعت فيه للانتقام من دورو وكريم. ستكون مريكا التي تحبها مثل ابنتها، على الرغم من أنه لا تربطها بها روابط دم. عندما ترى أن مريكا خطرت بحياتها من أجلها، ستعبر هازل عن مشاعرها لمريكا قائلة: أتمنى أن تكوني أمي الحقيقية. في المقابل، فإن الحرب التي بدأت بشرارة صغيرة بين هادوك وبيرين ستجلب نيرانا كبيرة. لن يسامح هادوك نفسه أبدا لاستخدامه في مثل هذه اللعبة فقط للحفاظ على زواجهما، على الرغم من أنه لم يكن لديه ابنة منذ سنوات، على الرغم من أن بيرين أكسوي تفكر في الذهاب إلى مريكا مع نتائج الاختبار ثم إلى الشرطة معها بعد أن علمت أن والدة هادوك دورو الحقيقية هي مريكا. فإن هذا لن ينتهي بهذه السهولة، لقد أمضيت سنوات من أجل هذا الكثير من المال لشراء دورو، فتقول: أنفقت المال عند رؤية مدى خطورة هالوك. ستعتقد بيرين أن الحل الوحيد هو التخلص منه إلى الأبد، وستقتله في مكان منعزل حيث لن يراه أحد وترميه في البحر. من ناحية أخرى، سيواصل جوك بيركدينرج الوقوف دائما إلى جانب مريكا في هذه العملية الصعبة من خلال تجسيد شخصية المدعي العام يامان.